بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. هاتان الآيتان من سورة الإسراء جاءتا بعد قوله جل وعلا: ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. لما ذكر جل وعلا جزاء من كفر بالله وكذب رسله وأعرض عن طاعة الله، بيّن سبحانه وتعالى عقوبته لعلها تكون زاجرا لبعض الناس فيرتدعوا ويتركوا معصية الله، وبيّن جل وعلا ذلك بقوله في الآية التي تليها: ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا. ما عاقبهم الله جل وعلا بهذا العقاب الشديد الأليم إلا لأنهم كفروا بآيات الله الظاهرة الواضحة، وأنكروا البعث وأنكروا الحساب وأنكروا كل ما يترتب في اليوم الآخر، وقالوا: أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. استغربوا واستنكروا وذهبوا مذاهب شتى في الإنكار في ذلك، واستدلوا عليه بالعقل الكاذب السخيف. قالوا: أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. أئذا كنا عظاما ورفاتا كما جاء في الآية الأخرى: إن أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، يعني أن هذا مستحيل بعدما نكون ترابا يعرفون الموت وأنه حق وأنه واقع لا محالة. يقول: بعدما نموت وتأكل لحومنا وعظامنا الأرض ولا يبقى لنا منها شيء، نعود فنخلق خلقا جديدا. إذا كان الخلق هذا الذي نعود إليه غير الأول فلما يعذب؟ وإذا كان هو الأول فهو مستحيل أن يرجع كما كان. قلنا: هذا مستحيل في حق العبد، في حق المخلوق، أما في حق الله جل وعلا فكل شيء ممكن
إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، ما يحتاج جل وجعل إلى شيء ما سوى قوله كن فيكون كما أمر الله جل وعلا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ قل نعم تخلقون، والقادر على الإحياء والإماتة والقادر على البعث والنشور قادر على كل شيء، إن الله على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. وكل من ألفاظ العموم، والله جل وعلا قادر على كل شيء، ومن ذلك خلق وإعادة الخلق مرة ثانية، وسبحانه على كل شيء قدير. أولم يروا، استدلال يستدل جل وعلا على البعث والنشور بقوله أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم؟ ولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض، فخلق السماوات والأرض قادر على خلق الخلق كلهم، فخلق الخلق أهون من خلق السماوات والأرض، وقادر على أن يستمر في خلق السماوات والأرض حتى إذا أراد إفناءهما أفناهما بسهولة ويسر، قادر على أن يخلق مثلهم يعيد خلقهم مرة أخرى، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، أجلا أي وقتا يخلقون فيه ويعاد خلقهم، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه لا شك في ذلك، وهو قادر على كل شيء. فأبى الظالمون، امتنعوا عن الإيمان والتصديق إلا كفورا، كفروا بالله وبكمال قدرة الله وأن الله خالق السماوات والأرض، فإنه الخالق سبحانه وحده لا شريك له، فالخالق على بالنسبة للسماوات والأرض قادر على أن يخلق الآدميين مرة أخرى، فاستحقوا هذا العذاب لأنهم تنقصوا الله جل وعلا، والله جل وعلا على كل شيء قدير، فلا يقال إنه يعجزه شيء ما من الأشياء، فهو على كل من ألفاظ العموم هذه كل شيء قدير، قادر على كل شيء. ولا يليق بالعبد أن يقول إن الله قادر على كل شيء إلا أن يخلق مثل نفسه أو نحو ذلك، هذا من العبث ومن الاعتراض على الله جل وعلا في تعميمه على كل شيء قدير، قادر على كل شيء. ولهذا تردد بعض أهل الكلام في قوله إن الله على كل شيء قدير، قالوا عن الله إنه لا يقدر أن يخلق مثله، وهذا جهل وتردد فيما الله جل وعلا قادر عليه، فهو على كل شيء قدير. ذلك جزاؤهم حرموا من النعيم والجنة لأنهم تلاعبوا في حق الله جل وعلا، وقاسوا الله على أنفسهم، قاسوا على أنفسهم أنهم لا يستطيعون أن يوجدوا ذلك، فقالوا الله ربنا على كل شيء قدير، هذه مستحيلة، لأن الشيء عام ويعم كل شيء، والله لا يقدر على بعض الخلق، وهذا من الجهل والضلال والتنقص لحق الله سبحانه وتعالى. كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟
قل هذا سهل بالنسبة لله تبارك وتعالى. ثم استدل لهم بقوله أولم يروا، الهمزة للاستفهام، والاستفهام هذا تقريري. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا محددا لا يتقدم ولا يتأخر. لو قالوا نريد أن نستدل على كمال قدرة الله بأن يعيد لنا خلق من مات قبل 1000 سنة أو 100 سنة أو 10 سنوات، يقال ما حان الوقت الذي حدده الله جل وعلا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا يتقدم ولا يتأخر، لا ريب لا شك فيه. فأبى الظالمون، أبى امتنع وأنكروا ذلك، فأبى الظالمون إلا الكفر، فهذا جزاء الكافر هو هذا الذي قدمه الله جل وعلا في الآية السابقة. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هاتين الآيتين الكريمتين، يقول تعالى: هذا الذي جازيناهم به من البعث على العمى والبكم والصمم جزاؤهم الذي يستحقونه لأنهم كذبوا بآياتنا، أي بأدلتنا وحجتنا، واستبعدوا وقوع البعث. وقالوا: أإذا كنا عظاما ورفاتا، أي بالية نخرة، أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، أي بعدما صرنا إلى ما صرنا إليه من البلا والهلاك والتفرق والذهاب في الأرض نعاد مرة ثانية. فاحتج تعالى عليهم ونبههم على قدرته على ذلك بأنه خلق السماوات والأرض، فقدرته على إعادتهم أسهل من ذلك، كما قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على، يعني لم يعجز، لم يعجز بخلقهن. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، الآية. وقال: أجاب جل وعلا بقوله: بلى قادر على ذلك، فلا إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. وقال هاهنا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ما أراده جل وعلا ما يحتاج إلى مواد ولا يحتاج إلى أموال ولا يحتاج إلى شيء ما، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون كما أمر الله جل وعلا. وقال هاهنا: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، أي يوم القيامة يعيد أبدانهم وينشئهم نشأة أخرى كما بدأهم. وقوله: وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، أي جعل لإعادتهم وإقامتهم من قبورهم أجلا مضروبا ومدة مقدرة لا بد من انقضائها، كما قال تعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدود. وقوله: فأبى الظالمون، أي بعد قيام الحجة عليهم، إلا كفورا، إلا تماديا في باطلهم وضلالهم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل يجوز إشراك العمرة على أكثر من شخص؟ لا يجوز أن يشترك في الحج أو في العمرة
لأكثر من واحد، الحج يكون عن واحد والعمرة تكون عن واحد، ولو اجتمع الشخصان في حج وعمرة لصح بحيث يكون كل واحد منهما نسك. أما أن يكون الاثنان لهم الحج والآخران لهم العمرة فلا، لا يجتمع في النسك أكثر من واحد، هذا إذا كان الحج فرضا أو نفلا عن الشخص بعينه. أما إذا جعل ثواب حجته هذه له ولوالديه ولإخوانه الذين يريد أن يسميهم فلا بأس عليه بذلك إذا كان مراد الثواب، لكن الحج لا يكون إلا عن واحد يسقط به الفريضة أو النافلة فقط. يقول السائل: ما نصيحتكم لبعض طلاب العلم الذين أخذوا منح الجرح والتعديل وأخذوا يتكلمون في بعض العلماء والدعاة وزعموا أنه لا يؤخذ إلا ممن زكي؟ هذا شغلهم من العبث ومن الخسران البين، أن يتعمدوا الجرح والتعديل لأشخاص لا يعرفونهم ولا يقعون منهم على شيء، وإنما لأنه قيل لهم أن فلان كذا وفلان كذا، هذا لا يجوز، وهذا خسران مبين للجارح والمعدل على غير أساس، فلا يجوز للمسلم أن يشتغل بهذا لا طالب العلم ولا غيره، هذا حرم نفسه. إن كان طالب علم فعليه أن يعبد الله جل وعلا على العلم والبصيرة التي تعلمها، وإن لم يكن طالب علم فعليه أن يكون بصيرا في دينه متعلما علوم دينه التي تنفعه ويستفيد منها، ويحذر الجرح والتعديل، لأن الجرح والتعديل يجب أن يكون لمن يعرف ذلك ويفهمه. الكثير من الإخوة هداهم الله يقول فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، ويقسمون المسلمين والعلماء إلى أقسام عدة، هو نفس المقسوم هذا ما يدري أنه مجعول كذا، ولا تدمر عليه كذا، هذا من الجهل والضلال أيها الإخوة. وإنما على المسلم أن يشتغل بدروسه، يشتغل بطلب العلم الذي يستفيد منه، عليه أن يتقي الله ويتعلم العلم النافع والبصيرة في الدين، ويحذر الجرح والتعديل، لأن له ناس عرفوه وعلموه وتعلموا إياه، كما قال أحد العلماء رحمهم الله: إني لأعرف أهل الحديث كما أعرف أو أكثر من معرفتي لأهل الدرعية. درعية قريته التي يسكن فيها، يقول كثير من أهل الدرعية ما أعرفه، وأهل الحديث يعرفهم رحمه الله، لأنه تخصص في هذا وعرف مسالكهم وأقوالهم. وهكذا ينبغي للمسلم أن يجتنب هذا، وطالب العلم المبتدئ ما يصح أن يشتغل بالجرح والتعديل، لأنه أسوأ حال ممن يجرحه ويعدله، ما يجوز له أن يدخل في هذا إلا بعد العلم والبصيرة والمعرفة وتمييز هذا من هذا. يقول: ما معنى قوله تعالى: أإذا كنا رفاتا؟ وقالوا: أإذا كنا عظاما ورفاتا، ما معنى رفاتا؟ الرفات التراب البالي، تراب يعني كنا رفات، هذا رفات يعني بالي ما لا قيمة له. هذه بعض أسئلة تأتي، يقول: ما معنى جنيم؟ ما معنى كذا؟ ما معنى كذا؟ هذا ما يليق بطالب العلم. الغالب أن الذي يسأل هذا السؤال طالب علم، فيرجع للتفسير ويجدها، ولا يقول ما معنى جهيم، ما معنى كذا، ما معنى كذا، هذا ما يليق، ولا نجيب على هذا. وإن كنت أعرف بعضه وأجهل البعض الآخر. يقول السائل: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟
الاحتفال بمولد النبوي بدعة، ما يجوز لنا أن نحتفل. نسأل سؤال بسيط، نقول ليه احتفل الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك؟ لا والله. هل احتفل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؟ لا والله. هل احتفل الصحابة رضي الله عنهم؟ لا والله. هل احتفل التابعون؟ لا والله. كل هؤلاء ما عرفوا الاحتفال بمولد النبي ولا احتفلوا. إذن من الذي احتفل به؟ بعدما ذهب الخيار الأمة وجد المبتدعة فقالوا النصارى يحتفلون بمولد عيسى، لما لا نحتفل بمولد محمد؟ نقول ما يجوز لكم أن تحتفلوا، والرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر بذلك. أنتم مأمورون بالسمع والطاعة لما يردكم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما لا فلا. أنتم تشبهون بمن قال عيسى ابن الله من النصارى فقال لا تخسى محمد ابن الله، فنقل نفسه من شرك إلى شرك. محمد ليس ابن الله ولا جل وعلا، وإنه عبد من عباد الله جل وعلا. فهو يجادل هؤلاء بشيء يريد أن يأخذه عنهم. قال له محمد عيسى ابن الله، قال لا تخسؤون محمد هو ابن الله. هل يليق هذا الجواب بهذا؟ فكذلك هؤلاء حينما احتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول من الذي احتفل قبلكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم احتفل؟ لا والله. أبو بكر احتفل؟ لا والله. عمر عثمان علي الصحابة ما كانوا يعرفون ذلك، وإلى عهد قريب ما كنا نعرف ذلك ونحن بهذه البلاد، ما نعرفه. بعدما دخلوا علينا الإخوة من قريب وبعيد جاءوا لنا بهذه الاحتفالات، قالوا احتفال مولد عيسى، ما من نصارى احتفلوا مولد عيسى، حنا نحتفل مولد محمد. النصارى يحتفلون بكذا، نحتفل بهجرة محمد، نحتفل بكذا، نحتفل بكذا. لا يا أخي، عليك أن تأخذ بقول الله جل وعلا وتأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أمرك الله بالاحتفال؟ هل أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتفال؟ هل أمرك الصحابة رضي الله عنهم بالاحتفال؟ ناظر التاريخ، ارجع لتاريخ الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين والعلماء والأئمة، انظر هل احتفلوا؟ فأنت اقتد بهم واحتفل. أما ما داموا لم يحتفلوا فلنا فيهم أسوة حسنة، فنقول هل هؤلاء الذين يحتفلون يحترمون الرسول صلى الله عليه وسلم ويحبونه أكثر من محبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. ولا يليق بالمسلم أن يحتفل بشيء لم يرد في الكتاب ولا في السنة. الاحتفال لا يجوز بمولد أحد، لا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بمولد غيره. ثم إن الاحتفال بمولد معين هذا من الابتداع، من الاختراع في الدين. ما اتفق الصحابة رضي الله عنهم على مولد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أو ليلة معينة، هذا كله تقريبي، ما احتفلوا. ولا يليق بنا أن نحتفل بشيء لم يرد في الكتاب والسنة. الواجب على المسلم أن يأخذ بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. عليك أخي أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هديه، وتأخذ بذلك، وتعظ بالنواجذ وعليه، وتتمسك به، وتدعو إليه، وترغب الناس في ذلك. فأنت إذا رغبتهم في هذا تكون رغبتهم في البدعة،
ودعيتهم إلى البدعة. لا يليق بك أخي أن تكون داعيا للبدعة، وإنما كن داعيا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يحذر بها ذلك. وهذا أخي انتشر في الأخير من الشيطان. الشيطان هو الذي نقل هذا وبينه للناس وقال عليكم أن تحتفلوا بمولد نبيكم، يريد منهم أن يشتغلوا بالبدعة ويتركوا السنة. ما اشتغل قوم بدعة إلا تركوا ما يقابل ذلك من السنة. هؤلاء الذين يحتفلون بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أتجدهم يحافظون على الجماعة؟ الكثير منهم لا يحافظ ولا يهتم بجماعة الصلاة التي أوجبها الله جل وعلا على العباد. الكثير منهم لا يصل والديه، يبر البعيد ويحرم والديه خيره وبره. وهكذا أكثر الناس يحرصون على البدعة ليجتنبوا السنة، وذلك بإيحاء من الشيطان. فعلينا أيها الإخوة أن نحذر ذلك ونسأل، هل احتفل الصحابة رضي الله عنهم؟ ما أحد يقول إنهم احتفلوا واحتفل أحد منهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وما عرفوا ذلك، الكثير منهم لا يدري متى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا جعل الخلاف في ذلك لئلا يحتفلوا بيوم معين. اختلف الناس في ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. ولادته نعمة عظيمة وكرم لهذه الأمة وشرف لها حيث ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن الفضل والكرم لهذه الليلة الواحدة التي ولد فيها، أما المقابل لها فلا فضل لها ولا شيء من هذا. هل لها فضل ليلة الاثنين؟ هل لها علاقة بولادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يا أخي، ما لها فضل. في بعض الليالي مهما تكررت فلها الفضل، مهما تكررت فلها الفضل. وبعض الليالي إذا تكررت فلا فضل لها، وإنما الفضل لليلة الأولى التي ولد فيها. فليلة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم فيها خير عظيم منحه الله جل وعلا لهذه الأمة، لكن الليالي التي بعد ذلك ما فيها فضل، بخلاف يوم عرفة. فيوم عرفة كلما تكرر فله الفضل، يوم عرفة كلما تكرر فله الفضل. ليلة القدر كلما تكررت فله الفضل. وهكذا أيها الإخوة، فعلينا أن نميز بين هذا النوع وهذا النوع. فالشيطان اللعين حريص على إغواء بني آدم، يدعوهم إلى البدعة ليتركوا المقابل من السنة. طارب حتى إن بعض الإخوة يقول لنا: والله ما ننتقد عليكم إلا بترك احتفالكم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، لما لا تحتفلون؟ النصارى يحتفلون والمجوس يحتفلون وكل طائفة من الناس تحتفل، وأنتم ما تحتفلون؟ إن ابن حلال هذه بدعة، ولا يجوز لنا أن نحتفل. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن البدع، قال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كل بدعة ضلالة، هذه بدعة؟ نعم. ما هي البدعة يا أخي؟ يقول: أدري. يقول: البدعة هي ما استحدث على غير مثال سبق. البدعة الشرعية هي ما استحدث على غير مثال سبق. استحدثت على غير مثال سبق، هذه بدعة. لو واحد دعانا يصلي بعد العصر كل يوم، يصلي مثلا ركعتين بعد صلاة العصر بساعة، يقول: هذه بدعة يا أخي، هل أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ والبدع أخي نوعان: بدعة لغوية وبدعة شرعية. البدعة الشرعية هي المحرمة التي لا تجوز،
لتجعل من الدين وليست منه. البدعة اللغوية في اللغة العربية هي ما استحدث على غير مثال سبق، وهي ليست عبادة، عادة، عادة. فمثلا الناس كانوا يتغدون قبل عند طلوع الشمس، عند طلوع الشمس كما قال الحجاج: رسول إليكم الشمس، فإذا طلعت فألموا للغداء، تعالوا تغدوا عندي، وإذا غربت فألموا للعشاء. كانت البدء، كانت صلاة الظهر، كانت الغداء، الغداء صباحا والعشاء مساء. رسول إليكم الشمس، فإذا طلعت فألموا للغداء، وإذا غربت فألموا للعشاء. هذه تعتبر محاسن الحجاج، محاسن أنه كريم ويكرم الفقراء والمساكين ويرغب في الناس أن يتغدوا عنده ويتعشوا. ثم نقلوها إلى الضحى، إلى صارت بعد طلوع الشمس بساعة وساعتين، ثم نقلوها إلى بعد صلاة الظهر، ثم نقلها بعضهم إلى الساعة بعد صلاة الظهر بساعة وساعتين، ثم نقلها بعضهم إلى بعد صلاة العصر، وهكذا. هذه بدعة عادية، ما يخالف، ما ينكر على صاحبها، لأنها بدعة عادية ليست دين. والعشاء كان أول بعض الناس يتعشون إذا قرب، إذا صلوا العصر، إذا صلوا العصر. أدركناهم في مناسبات الزواج وغيرها، العزائم كانت بعد صلاة العصر، العشاء، ثم أجلوها إلى بعد صلاة العصر بساعة، الساعة 11 تقريبا بالغروب، ثم أجلوها إلى المغرب بعد صلاة المغرب، ثم أجلوها إلى بعد العشاء، ثم أجلوها إلى السحر. ما يعشونهم في ليالي العرس وغيرها إلا آخر الليل. وهذه بكيفهم، على حسب ما يصلحون عليه، يصلحوا على كذا أو على كذا أو على كذا، بكيفهم، ما يلامون في هذا. ثم حضرنا عند واحد من الإخوة في مكة بمناسبة الزواج، فقرب طلوع الفجر ما قدموا العشاء. أنا قلت له: يا أبو محمد، أنتم عازميننا على العشاء ولا على السحور؟ قال: وش فيها؟ قلت: يا أخي أصبحنا الحين، نبي نروح نتسحر أيام الست من شوال. فتعشينا عنده وطلعنا من بيته قبيل طلوع الفجر، هذا عشاء. الناس صايم، صايم أمس ويتأخر على شيء، لكن هذا بكيفهم، عادة. هذا ليس يقال عنه أنه بدعة شرعية، لا، ما يأثم، إن بغى يخلي العشاء متى ما بغى. لكن العبادات ما لها دخل في العادات، العبادات يجب أن تكون على وفق شرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو واحد عزمنا على الإفطار قال: ما أريدكم تفطرون حتى تطلع النجوم، قلنا: هذه بدعة، ما يجوز لنا الفطور، نفطر إذا غربت الشمس. قال: مثلا ما أبيكم تفطرون إلا إذا أذن المؤذن لصلاة العشاء، نقول: هذه بدعة، لأن الشرع أمرنا بالإفطار المبكر، وهكذا. فالعبادات إخواني عبادات، ننظر في الوارد عنها من النبي صلى الله عليه وسلم المشرع. والعادات كل يعمل على كيفه، لا حرج في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما احتفل بمولده، بينما أمرنا بقيام ليلة القدر، تقوم ليلة القدر ونحتفل بذلك بالقيام والصلاة، بينما لم يأمرنا بالاحتفال بمولده ولا مولد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا بموتهما. كل هذا عادة، ولا يجوز لنا أن نتخذه شرعا. فالإخوة يعرفون هذا، لكن الناس كثروا، وإذا كثرت البدعة
ظن الناس أن هذه البدعة شرع من شرع الله. يقول: ما أنتقد على أهل السعودية إلا بعدم احتفالهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: يا أخي، إذا كان هذا انتقادك عليهم فهذا لا يضيرهم، هذا من الشرع أننا نبتعد عن البدعة وإن ظنها بعض الناس سنة. يقول السائل: هل يجوز أن أترك من يقطع صلاتي وأنا خلف المقام أي في الطواف؟ هل يجوز لنا أن نترك أحدا يقطع صلاتك وأنت خلف المقام؟ لا يا أخي، ما يجوز هذا، وعليك أن ترفق بمن ترده، أن ترده، فإن أبى فدعه يمشي. ثم إن الخلاف بين العلماء في المرور بين يدي المصلي في مكة هل يمنع أو لا يمنع؟ بعض الناس يقول في مكة لا تمنع من أراد أن يمر بين يديك، بعض الناس يقول امنعه، فالمنع محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، وعليك أن تحذر ذلك ولا تجادل فيه. يقول: أبونا ترك لنا ميراثا ولنا أخ ظالم يماطل فيه ولا يريد توزيع التركة. لا يا أخي، لا تبنون على أخيكم، وإنما أرفعوا الأمر للحاكم، الحاكم يلزمه بقسمة التركة، يلزمه بقسمتها إذا كنتم تريدون قسمتها، وإذا كان بعضكم يريد القسمة وبعضكم لا يريد فيعطى من يريد القسمة حقه والآخر يبقى نصيبه. فالقسمة ليست بلازمة حتما، وإنما هي لمن يريد ذلك. يقول السائل: جاء من اليمن إلى جدة محل إقامته فأحرم منها للعمرة، هل يجب عليه الإحرام من ميقات أهل اليمن علما بأن نيته من اليمن بالعمرة، وماذا عليه؟ إذا كان جاء من اليمن بنية العمرة فلا يجوز له أن يتخذ ميقاتا لنفسه سوى ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الميقات أهل اليمن يلملم، يلملم، هذا ميقات أهل اليمن، فمن أحرم منه أصاب، ومن لم يحرم منه وقد أخطأ، فإن أحرم من بعده فعليه هدي. هذا إذا كان جاء من اليمن بنية العمرة. أما من جاء من اليمن بنية العمل أو التجارة أو الشغل أو العلاج أو طلب العلم فلا يلزمه الإحرام، فإن عزم على الإحرام وهو في جدة فعليه أن يحرم من مكانه جدة. لما ذكر صلى الله عليه وسلم المواقيت قال: هن، هذا، هذه المواقيت هن لهن لأهلهن، ومن أراد الحج والعمرة من غير أهلهن فعليه أن يحرم من حيث أنشاء. هن لهن ومن أراد الحج والعمرة من غيرهن فعليه أن يحرم من حيث أنشاء. فإذا أحرمت بالعمرة من جدة وأنت جئت لجدة بغير نية العمرة فلا بأس، إذا أحرمت من جدة وأنت جئت من اليمن بنية العمرة فيجب عليك أن تحرم من العمرة من ميقات أهل اليمن. يقول السائل: أريد إعادة عمرة عن جدي الميت، هل يجوز؟ وإذا جاز فمن أين أحرم؟ يجوز لك أن تحرم من الميقات أو من المكان الذي أنت فيه إذا كانت عمرتك عن جدك، سواء كان حيا أو ميتا. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فإن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. إذا نويت العمرة عن جدك وأنت في المدينة فعليك أن تحرم ميقات أهل المدينة، إذا نويت العمرة عن جدك وأنت في مكة فتخرج إلى الحل، إذا أردت العمرة عن جدك وأنت في جدة فتحرم من جدة.
حيث أنشأت العمرة تحرم. يقول السائل: إذا ترك الأجير أجرته ثم رجع ليأخذها بعد أعوام، هل يطالب بقيمتها يوم العمل أم بقيمتها يوم المطالبة؟ يعطيه أجرته كما هي ولا تزيد ولا تنقص لأجل الوقت. اللهم إلا إذا كانت العملة باطلة بطلت فيعطيه ما يقابلها مثلها، وإن اختلفوا فالرجوع إلى الحاكم. تقول: هل تجوز العمرة للمرأة المنقبة أو الكاشفة لوجهها؟ تجوز العمرة إذا كانت منتقبة، وتجوز العمرة إذا كانت كاشفة لوجهها، لكنها مكروهة، مكروه، يكره للإنسان أن يخالف السنة، فإذا خالف السنة فلا يخلو. إن كانت هذه المخالفة مبطلة للعمرة فتبطل، وإن كانت غير مبطلة فلا تبطل. فإذا أحرمت المرأة منتقبة هذا مكروه، يكره لها ذلك، وعليها إتمام العمرة، وعليها الهدي إذا علمت أنها يجب عليها أن تزيل النقاب عن وجهها، وإذا لم تعلم فلا شيء عليها. وكذلك إذا كانت كاشفة لوجهها يجب عليها أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب، فإذا لم تعلم فلا شيء عليها، وإذا علمت فعليها أن تستغفر وتتوب، ولا يلزمها فدية بتغطية وجهها كشف وجهها. يقول السائل: هل يجوز الدعاء على الابن المريض غير الطبيعي منذ ولادته وهو مريض جدا وتعب أهله، فهل يجوز الدعاء له بالشفاء أو الموت؟ لا يا أخي، لا يجوز لك أن تدعو عليه بالموت، وإنما لك أن تدعو عليه بالصحة والعافية، والله جل وعلا يختار له ما فيه الخير والصلاح. يقول السائل: بعض الناس يستدلون على صحة الاحتفال بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيامه يوم الاثنين: فذاك يوم ولدت فيه. نعم، هذه سنة، صيام يوم الاثنين يصومه النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: لما تصومه؟ قال: لأنه ذاك يوم ولدت فيه. ومثل يوم الخميس يوم يعرض فيه الأعمال على الله، وهكذا، هذا تشريع، لأنه شرعه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن ما شرع لنا الاحتفال، نقف على حد الشرع، ما نزيد فيه ولا ننقص ولا نقيس عليه، ما نقيس على البدعة بالإتيان بمثلها، لا يا أخي. يقول السائل: إن أبي توفي رحمه الله وأوصاني بقضاء دينه الذي كان ليهودي، وتحاربنا مع اليهود وهم يريدون قتلي وأنا كذلك، فماذا أفعل؟ كيف أقضي هذا الدين؟ توفي والدك فعليك أن تقضي دينه الدين الذي عليه، سواء كان على للمسلم أو لليهودي. إذا كان ديون بحق، لا ديون ربا ونحوها، وإنما الديون بحق تسدد، سواء كانت لأهل الإسلام أو لأهل الذمة من اليهود والنصارى. يقول: هل يجوز أن أعتمر بعمرة ثانية عن شخص آخر في سفرة واحدة؟ لا يا أخي، في سفرة واحدة ما يحسن. أنت إذا اعتمرت عن أبيك أو عن أخيك بسفرة واحدة تكفيك، وإذا اعتمرت مرة ثانية إن كنت قدمت إلى مكة فحسن، إذا قدمت إلى مكة، أما أن تخرج من مكة لتعتمر عمرة ثانية فهذا غير مشروع. يقول السائل: ما هو الوقت المحدد بين أدائي للعمرة والأخرى؟ ما هو الفرق والتوقيت بينهما؟ ما في فرق فيما أعلم ولا تحديد، فقد تكون العمرة مشروعة اليوم وغدا، وقد تكون العمرة غير مشروعة اليوم وبعد 10 أيام وأكثر. مشروعة اليوم وغدا إذا ذهبت
إذا دخلت مكة بالعمرة ثم خرجت للمدينة لزيارة المسجد النبوي ورجعت من المدينة بعمرة فهذا حسن، ولو ترجع في نفس اليوم أو غدا هذا يجوز. أما أن تؤخر العمرة وتعتمر اليوم وتعتمر بعد أسبوع من مكة فهذا غير مشروع، لأن المشروع العمرة أن تدخل بها مكة. يقول: تزوج شخص من امرأة وبعد ما دخل بها بعشرين يوم صارت مشكلة بينهم، عليهم الرجوع للقاضي ليحل مشكلتهم إن شاء الله. يقول السائل: هل الخلاف في منع مرور المار من أمام المصلي في مكة جميعها، أم أن الخلاف مقصور على الحرم والطواف فقط؟ بعض العلماء رحمهم الله يحصر جواز المنع بين يدي المصلي في سائر البقاع سوى داخل مكة، وبعضهم يقول سوى مكة كلها بما في ذلك منى والمشعر الحرام وغيره من الأماكن كله يحرم المرور، يجوز المرور بين يدي المصلي فيه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمنى فمر ابن عباس رضي الله عنهما على حمار ومشى بين يدي الصف. معنى هذا هل من توضيح وشرح مبسط للناقص؟ الثالث ما أدري ايش يريد بهذا. يقول السائل: هل مخالفة العالم لإجماع العلماء أو فتواه بما يخالف الكتاب والسنة يستلزم منا أن نحذر من هذا العالم أم نحترم اجتهاده؟ أخي عليك أن تحترم فتاوى العلماء وتأخذ بما صح منها، وما لم يصح فترده، لكن لا تجرح هذا العالم وأنت لا تدري عنه ولا تعرفه إلا أن هذه فتواه، وعلينا أن نرجع إلى الكتاب والسنة، فما وافقهما أخذنا به وما خالفهما رددناه على المصاحب كائنا من كان. هذا، وأرجو الله جل وعلا يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة بالدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.